مش هتمشوا، مش هتمشوا. وفرصة ان انا في يوم العيد ده ان احنا اولا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين ونشكركم. وانا عايز اقول لكم على حاجة، اللي انتم عملتوه كان جزء كبير منه هو لصالح الابطال والشهداء اللي ضحوا عشان خاطر مصر تعيش. انا عايز اقول لكم على حاجة تاني ليكم ولكل الناس اللي بتسمعني. احنا قلنا ان التاريخ ما نسيبوش لحد، والله 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 احنا كنا حريصين على ان احنا لا يسقط ولا يحصل تصادم. واللي انتوا عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس والله دي الحقيقة، الحقيقة. انا بقوله هنا لكل ولاد وبنات مصر واسر الشهداء والمصابين، اوعوا تفتكروا ان ولادكم، ابهاتكم، ازواجكم سقطوا في معركة طغيان. لا، احنا ما طغيناش، احنا لم نعتدي، احنا حاولنا. وكل كلمة اتقالت دي كانت عبارة عن واقع نقلتوه للناس كلها، عشان الولاد الصغيرة دول لما يطلعوا ويكبروا وحد يقول لهم، لما هم يقولوا احنا ابناء الشهداء، احنا ابناء الابطال اللي حافظوا على البلد دي، فمحدش يقول يزيف ويشوه تاريخهم ويضيع قيمة اللي هم عملوه. انا عايز اقول لكم تاني، شفتوا قد ايه عمل درامي بألف كتاب وبألف ساعه